مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية نهارا، وأيضا تنشط الرياح وتكون مثيرة الغبار خاصة على الطرق الصحراوية، والأجواء لطيفة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستكون يومي الأحد والاثنين وبقية يوم السبت تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، وبالتالي ستنخفض درجات الحرارة بإذن الله، وتعود الأجواء يوم الأحد والاثنين صيفية عادية في النهار، صيفية لطيفة بالليل، لكن يوم الثلاثاء تعود درجات الحرارة وترتفع مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء معتدلة إلى لطيفة، الحرارة العظمى في عمان بحدود 21 درجة مئوية، وأيضا بنلاحظ أن الرطوبة النسبية ارتفعت وراح توصل هذه الليلة بحدود 64%. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، انخفاض يوم الأحد على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات، العظمى المتوقعة بحدود 28-29 درجة مئوية، في حين أن معدل العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 31 إلى 32 درجة، معدل الصغرى بحدود 20-21، إذا هي أقل من المعدل بقليل العظمى، ولكن أيضا هناك رياح نشطة مثيرة الغبار والأتربة أحيانا خاصة في المناطق الصحراوية. الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تصبح الأجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول معدلاتها، أجواء صيفية عادية نهارا، صيفية لطيفة ليلا، العظمى المتوقع يوم الاثنين بحدود 30 إلى 32 درجة مئوية العظمى، والصغرى بحدود 23 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين تقريبا 1 إلى 3 درجات مئوية، والعظمى المتوقعة بحدود 33-34 والصغرى بحدود 24 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأ في المناطق الشمالية. طبعا هناك نشاط للرياح بتكون مثيرة الغبار والأتربة أحيانا، إربد العظمى المتوقعة 30 والصغرى 24، عجلون 29-21، جرش 31-23، المفرق 31 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 29-22، مأدبة 29-22، البحر الميت أجواء حارة 39-30، عمان 28-21، والزرقاء أجواء مغبرة 31-23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 29-20، طفيلة 29-20، الشراه 28-17، ومعان 31-21، والعقبة أجواء حارة 41 إلى 26 درجة مئوية. أحوال جوية المتوقعة في المنطقة الشرقية، أجواء مغبرة حارة نسبيا إلى حارة، الأزرق 36-23، الصفاوي 35-22، والرويشد 38 إلى 21 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع